السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، محبي ومتابعي عادل فتحي في كل مكان. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة. ما تنسوش اللايك والشير. خسين عدى 10 أيام، فاضل 20 يوم، هجيب فيهم 17.5 كيلو من غير تكميم، بدون تعب أو إرهاق أو أي شعور بأي ملل. لكل محبي ومتابعي عادل فتحي، معقولة؟ أيوة. والشهر الثاني 10 كيلو، أبقى جبت 27 كيلو، أبقى جيب عمر الشريف ايام ما كان صراح في الوادي او ما شابه هذا، او في بيتنا رجل. ثلاث اربع حاجات هقولهم بسرعه. تستغنى عن العده ديت بتاعه اليوتيوبر اللي بياكلوا بيها، اهيت يا جماعه الخير، ادي المعالق اهيت، ودي المعلقه الطبيعيه اللي الناس بتاكل بيها اهي، ودي بتاعه طبعا التحديات هم اللي بياكلوا بيها. دي بقى اللي هتاكل بيها، اللي هي بتاعه الشاي اهي، شايفين أهي. بس يبقى هنستغنى عن دي بتاعة التحديات وما شابه ذلك، ولا دي بتاعة الأكل الطبيعي، وحناكل بمعلقة الشاي فقط. أي حاجة بمعلقة الشاي أكنك طفل صغير هتخس، يعني هتخس. هنعمل إيه؟ ممنوع برشامة علشان خاطر الكبد ما يتأثرش عليك، الكبد بتاعك وتدمر كبدك، يبقى خسيت وتدمرت. عايزينك تخس وانت وشك حلو جميل وتمام التمام. إيه هنتكلم في إيه؟ هنتكلم في إن إحنا بعد كده هديكم حاجات تانية، بس أول حاجة دي المعلقة. وشرب المية هتشرب تقريبا يعني ثلاث أزايز مياه معدنية أو 12 كوباية ملح. أنا في على طول 12 13 14 كوباية، بس مش ورا بعض، كل ساعة تشرب كوباية مية. وهنقول بعد كده تباعا هتعمل إيه في الحاجات اللي هنعملها. نخش بسرعة عشان فيديو النهاردة دسم ومن العيار الثقيل. إن أنا حسن الهلالي تناولني في البرنامج العظيم اللي انا بسم الله ما شاء الله البرنامج ده عايز يتحط على اي قناه فضائيه، وهو الصندوق الاسود. وانا بطلب من كل اليوتيوبرات انهم يطلعوا مع برنس محمود او قناه منوعات مافيا تي في، لان هذا الشاب اللي هو، وعلى فكره قناته مثبته في التعليق الاول، يا ريت تدخلوا وتشوفوه وتشاركوا وتشتركوا في هذه القناه. اللي بيحب الحاجة الكويسة هيلاقيها في هذه القناة منوعات مافيا، اعتقد مافيا تي في، حاجة رائعة رائعة رائعة، هتشوفوها في التعليق المثبت الاول اللي انتم شايفينه. فبيعمل الصندوق الاسود وبيستضيف بعض اليوتيوبرات. وانا بقول برضو لكل اليوتيوبرات، حتى القنوات المليونية هي اللي تتصل بيه وتقول له احنا عايزين نطلع عندك، لان ده يا ريت يبقى برنامج كل يوم بيطلع، يعني كل يوم بيطلع فيه بس ساعة وربع ساعة ونص حسب وقت الضيف ووقت طبعا البرنس محمود. شيء رائع بيعوضنا عن والي الابراشي اللي احنا افتقدناه. الفرق الوحيد اللي بين مافيا وبين والي الابراشي هو الشعر، ده شعره اسود، وكان والي الله يرحمه يحسن اليه كان شعره هقول لك بيطبل وبيخلي مافيا هو، وهو ده برضه اللي ايه تناولني فيه حسن الهلالي. وكان سؤال من مافيا لحسن الهلالي، هل عادل فتحي بيجامل وبيمنح في الالقاب؟ هو قال له مثلا في القاب كتيره جدا بيمنحها، جايز بيجامل، طبعا تختلف تتفق مع حسن الهلالي. فهو احد محترمي هذا البرنامج، انسان ذو اخلاق عاليه، اهله تعبوا قوي عليه في تربيته، مش شرط العلام، في التربيه ذات نفسها. واضح ان يعني بسم الله ما شاء الله زي ما بيقولوا ايه، شاب تتمناه كل اسره، ادب واخلاق وحنكه واحترام وخجل، مع ان هو عنده هزار ياما وعنده كوميديا ياما، بس هو خايف يطلع الكوميديا اللي فيه الا تضيع منه جمهور. لا انا بقول لك خليك وطلع الكوميديا اللي فيك، يعني هو بشوش مش احيانا، يعني علشان خاطر الكاريزما، هي دي الكاريزما. ما هو انت بقى يا عم حسن لما انا قلت الكاريزما الناس زعلت، فلازم تجامل الناس. وانا بقول برضو لكل قنوات النقد، كلمة نقد في فرق بين النقد وبين ان انت تجرح في الناس، لان النقد ده يا جماعة الكلمة دي بتبقى سيف بتقطع، يعني ممكن تأذي بها انسان، انسان مش قادر يتحملها. هو ده يمكن المحور اللي اخده وضرب مثال بأحد اليوتيوبرات اللي أنا أعطيتها لقب القيمة والقامة. القيمة والقامة النهاردة لما أنا شفت فارس وهو بيشكرها، وبرضه يا جماعة الخير شجعوا أخوكم الحكاية مع فارس من الناس الطيبة الخيرة اللي موجودة على البرنامج،
وهو بيقول في حال التسامح ان انا متصافي وشيرت له كلام من ده ام مصطفى، انا بقيت فرحان، بقيت فرحان ان دي العلاقه اللي الاصول تبقى ما بين اليوتيوبرات. ما فيش حاجه اسمها عداوه دائمه، وعايزين نبقى حبايب دائمين، ما فيش اي حاجه، هو سوء فهم مش اكتر. فانا لما قلت القيمه والقامه لام مصطفى وهي ست فوق ال 40 سنه، 41 سنه 42 سنه، كنت انا زلت لسان قلت ان عندها 51 سنه، فبس انا كنت قاصد ان انا قله خبر، فكنت لازم اعتذر. فاعتذر بايه؟ ان انا اديها القيمه والقامه. فلما بقت القيمه والقامه كل ما كانت تيجي تطلع يقولوا لها انت القيمه والقامه في موضوع مثلا مدام رحاب او برنسيسه رحاب، انا دي برنسيسه اليوتيوب، دخلت في سكه مش سكتها، والله برنسيسه اليوتيوب واولادها بسم الله ما شاء الله وربنا يخليهم لها. فما حبيتش ابدا يبقى في مشاكل بين البرنسيسه مدام رحاب والقيمه والقامه. الكلمه الطيبه صدقه، ما حدش يقول ما هو كان فلان، ما هي يعني كان فلان، كان رد فعل. احيانا الانسان بيتخانق، فالبرنس محمود او مافيا يعني شيء رائع، وحسن الهلالي شيء رائع. طيب لما جيت انا مثلا، طبعا هو في البرنامج بتاعه استضاف زيزي بنك، استضافني وكنت انا اتشرف ان انا كنت موجود معاه، ومهنج النجمة مهنج ومين تاني وناس، وطبعا هتبقى عرفش الحلقة الجاية هتبقى ماما دودة، يعني هي أخت دودة يعني، لأن ده أنا أكبر منها بعشر سنين تقريبا أو بالضبط تسع سنين ونص، لما وخلاصة برجيلة مثلا، لما أجي أقول على خلاصة برجيلة والكلام ده الحسن الهلال، لما أجي أقول خلاصة برجيلة بنت الحسب والنسب وورثة الأصل الرفيع وحفيدة عبد اللطيف باشا أبو رجيل، ما هي ما هو ما هو النبي قال لا تعظموني كما كانت تفعل الأعاجم بملوكها، فما أنا إلا ابن امرأة كانت تأكل القديدة بمك. هل أنا ينفع أن أنا أطلع أسيء لمدام إخلاص أبو رجيلة بنت الحسب والنسب ورثة الأصل الرفيع وبنت الأسرة الطيبة وحفيدة عبد اللطيف باشا أبو رجيلة؟ إيه يا أم حسين؟ أول مرة تسمع الاسم ده؟ عبد اللطيف باشا أبو رجيلة أول بطولة نادي الزمالك ياخدها في بطولة الدوري العام سنة 56 كانت على إيده هو رئيس نادي الزمالك. عبد اللطيف باشا أبو رجيلة ملياردير من الحجم الثقيل زي عثمان أحمد عثمان في أيامها، وزي النهاردة مثلا نقول نجيب ساويرس أو بعض أو أبو العينين أو ما شابه ذلك. عبد اللطيف باشا أبو رجيلة هو اللي عمل الطريق السريع من القاهرة إلى الأسكندرية وأهداه للدولة المصرية بدون ما ياخد جنيه مصري واحد، أهداه لأعضاء مجلس قيادة الثورة. هو ده عبد اللطيف باشا أبو رجيلة. عبد اللطيف باشا أبو رجيلة كان امتداد لطلعت حرب في تقوية بنك مصر، هو ده عبد اللطيف باشا أبو رجيلة. عبد اللطيف باشا أبو رجيلة هو اللي دخل الأتوبيس الأحمر زمان، أنا ما حضرتوش طبعا بس ده التاريخ في منتصف الخمسينات وأوائل الستينات. هيقولوا لي بس ده مات فقير، هو ماله، ما هو أي رجل أعمال كده، ولكن يظل عبد اللطيف باشا أبو رجيلة رمز من رموز مصر مثله مثل طلعت حرب، وإلا نبقى إحنا خادعين. ننكر هذا، نقول إن إخلاص أبو رجيلة يعني يا اخوانا، فهكذا لما نيجي نعمل مقارنه، مش مقارنه، بقول نفس ما تعرضت له ام كلثوم تعرضت له صدفه جت، يعني بقول لما دام صدفه اصبري واحتسبي، انت مش اكتر من اللي تعرضت له سيده الغناء العرب ام كلثوم، وليست مقارنه لان دي مش مطربه. يا اخوانا انا عايز اللي يقرب من كلامي يبقى عارف انا اقصد ايه، ولا ربع اللي تعرضت لي سيدة الغناء العربي، وهجوم بلا رحمة أو شفقة أو هوادة، واتهموها في أعز ما أي إنسان أي فتاة تملك، لكن وقف لها الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشيخ عبد الرازق مصطفى عبد الرازق، وأيضا سعد باشا زغلول، وقف لها وجابوا حقها وحبسوا الشخص اللي أسألها وطلع عليها الكلام العيب. فلما بنيجي نتكلم يا جماعة بنبقى بنتكلم بدلائل،
أنا لما برضو كل الاحترام والتقدير للأستاذ حسن الهلالي، قمة في الأخلاق، والله ما زعلت منه ولا كلمة، وفرحان بيه قوي، وبعتبر هو أصغر من أولادي بخمس سنين، هو 33، أنا أولادي 38 و37. مثلا مدام هناء، لما قلت الأيقونة، أكتر واحد وقف وكنت قاسي جدا عليها، بس عمرها ما كانت بإساءة، عمر ما لساني أسألها، بس ممكن تجاوزت في جملة أو جملتين. وقناتها كانت 100,000 و120,000 و150,000، وقعت قناتها لحد ما وصلت ل10,000، وقعت، وبقت قنوات النقد اللي بتنقطها بتجيب 20,000، وهي مش عارفة تجيب 12,000 و13,000. كان يجب ان انا اكون في ظهرها داعم ليها، وبعض القنوات بقول لهم لازم نشد حيلنا معاها، لازم نقف في ظهرها، لازم نكون الحيط الصداد عليها، تقف بس، والله ما تعرف ولا تعلم هذا الكلام ولا يلزمنا. وقفت الأيقونة، وبقت مشاهداتها 40,000 و50,000 و60,000 و70,000. نطلع بقى نيجي نقول ده اصلها مش عارف ايه، انا قلت انها غلط انها تنصر ده، ولما يجيها 20 عباية 30 عباية ورينا عباية ورينا اتنين بلاش، كل ده كان باسلوب راقي. فما يعيبش عادل فتحي خالص، كل التحية وكل الاحترام لكم. الكلمة الطيبة صدقة، زي ما قال حسن الهلالي، أنا جايز، أنا طبعا أكبر من حسن الهلالي دوبل سكور، يعني هو 33 أنا 60، فهو بيقول خبرته جايز في الحياة، إن هو بالفعل أنا قناتي نصح وإرشاد، والدليل إن أنا عندي قناة كانت نسبة مشاهدتها 7,000 8,000 10,000 15,000، أقل حاجة كانت 3,000 و4,000، قلبتها قناة زراعية علشان تستفيد بها كل مزارعي مصر والدول العربية بعد سنة بعد اتنين في حاجات كتيرة جدا متخصصة في الزراعة، وبادئ بمئة مشاهدة، ولو فضلت طول عمرها 100 مشاهدة أهي موجودة، تبقى حاجة ليا ذكرى وأولادي يتشرفوا بيها. فالعملية مش عملية مشاهدات، الإنسان برضه زي ما بيقولوا لازم يعمل خير. كل التحية وكل الاحترام لمحبي ومتابعي عادل فتحي، ما تنسوش تشتركوا في قناة مافيا تي في، أخوكم البرنس محمود، شيء رائع، دعموه، قناة نقد وقناة تستحق أن تكون في الصفوف الأولى. كل الاحترام والتقدير لضيفه العزيز الأستاذ حسن الهلالي، وكل الناس الطيبة الخيرة اللي كانت على منصة الأستاذ مافيا تي في أو البرنس محمود، ولمحبي ومتابعي عادل فتحي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.